بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، نرحب بكم وبحضراتكم مع انطلاق جديد، انطلاقة شوطنا 11 المخصص للأبكار، محليات الأصايل هنا في ميدان الوثبة عاصمة الميادين لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث انطلق هذا الشوط مباشرة نسير إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى المركز الأول في هذه اللحظات. هذه البويضة، سالم بن مبارك بن محمد بن هدفة العامري من يقدم لنا البويضة، اسم تاريخي ومميز. المركز الثاني على الوصول والتقدم من النهضة، خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. والمركز الثالث القادمة هنا في هذه اللحظات وفي هذا المسار، هذه جواهر سعيد بن يابر يتقدم في هذا المسار وفي هذا الانطلاق على المركز الثالث. المركز الرابع هنا التقدم مشاهدينا متابعينا الكرام من الاسم القادم، الاسم الواصل في هذه اللحظات، مرعوشة مظفر بن محمد بن خموشة العامري يتقدم العملاق العيناوي على مستوى المركز الرابع. انتقل إلى المركز الخامس، هناك أيضا الوصول والتقدم من شعار راشد بن خادم بن راشد المهيري. الجيون يتاتي هنا في هذا الانطلاق وفي هذا المسار، بينما المركز السادس، سادس التحديات، اهتمام علي بن أو حميد بن علي بن خليفر الحجري. والمركز التاسع هنا الواصلة والمتقدمة، هناك معزة سعيد بن محمد بن مبارك المهيري. والمركز العاشر الواصلة في هذه اللحظات وفي هذا المسار الجميل، وتحدي هناك أيضا من القادمة هنا الواصل زعفران عبد الله بن محمد الهلي الهاجري. هكذا مشاهدينا مستمعين الأفاضل، العشر المراكز الأولى المتقدمة بهذه الشعارات بهذه الأسماء، ولكن نعود إلى القيادة الأولى، نعود إلى رأس حربة هذا الشوط، إلى الصدارة الأولى، النهضة النهضة النهضة، وشعار بن رشيد يتقدم مع النهضة. هنا خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يأتي هنا في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. المركز الثاني جواهر 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 الواصلة بشعار كبير ومميز، هنا شعار سعيد يابر يتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث القادمة هنا أيضا الواصلة بشعار راشد بن خادم بن راشد المهيري. هناك أيضا يأتي مع الجيون في هذا الانطلاق وفي في هذا المسار. المركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات، مرعوشة مظفر بن محمد بن خموشة العامري، ولكن زعفران عبد الله بن محمد الهلي الهاجري. المركز السادس اللي قادمه هناك هقوة ما يبنى لها طاري إلا في هذه اللحظات، شعار بن غصنة صالح بن حمد بن سعيد بن غصنة، ولكن أشوف الاسم القادم، أشوف معزة المهيري سعيد بن محمد بن مبارك المهيري، وهنا القادمة في هذه اللحظات البويضة، سالم بن مبارك بن محمد بن هدفة العامري. النداء الثاني لهذه الأسماء، النداء الثاني لهذه الشعارات في ميدان الوثبة، ولكن البداية وين؟ الصدارة بدأت تسلل هنا. الله الله، شعار راشد بن خادم بن راشد المهيري يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا المسار الجميل، عاشق البحار يتقدم مع البداية الأولى على صدارة هذا الشوط. الجيون هي من تتقدم على الصدارة، الجيون على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني النهضة عند بن رشيد سعيد يابر يتقدم، الشقي هنا قادم بانطلاقة جواهر العملاق العيناوي، يأتي بانطلاقة مرعوشة على مستوى والمركز الرابع هنا في هذا الانطلاق. الله 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 الله، على هذا الأسماء، على هذه الشعارات، على هذه التحديات، مع الكيلو متر الأخير
هناك الهاجرية شعار بالهلية يتقدم مع زعفرانة، شعار قديم ومميز هنا في هذه اللحظات من المحاربين القدامى في عالم سباقات الهجن. ولكن نعود إلى الصدارة الأولى، نعود مع جيون على الصدارة، ولكن النهضة ما بين جيون والنهضة هنا في هذا المسار وفي هذا التحدي الجميل والانطلاق المميز. أهالي الوهبة، أهالي الوهبة والأهالي جميرة هنا في هذا الانطلاق وهباوي الناموس مع أهالي الوهبة حتى هذه اللحظات مع الجيون على الصدارة الأولى في هذا الانطلاق. راشد بن خادم بن راشد المهيري، ولكن الله شوفوا من القادمة هذه العنود، سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي هنا الموج الأزرق يتقدم أهالي ميدان التراث، ولكن خلاص خلاص بالرشيد 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 يتقدم مع النهضة مع النهضة مع النهضة على مقدمة هذا الشوط. الله الله على هذا الرقص الجميل، سلام يا جميرة سلام وشواطيها، سلام على هذا الرقص المميز. هذه النهضة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، تهانينا والناموس. المركز الثاني القادم العنود سيب بن مبارك بن فاضل المزروع، المركز الثالث وصول من شعار راشد بن خادم راشد المهيري، والمركز الرابع وصلت هناك معزة سعيد بن سعيد بن محمد بن مبارك المهيري، والمركز الخامس وصلت هقوى صالح بن حمد بن سعيد بن قصنة. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا والناموس لسيد خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على فوز النهضة والتوقيت الزمني 6:08 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني هذه أيضا لواصل العنود سيد بن مبارك بن فاضل المزروعي 6:09:05 جزء من الثانية. والمركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام كان من نصيب الجيون راشد بن خادم براشد المهيري 9:09:09 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.